الفتش العام تاع وزارة الصحة حاليا راهو في راس الواد باش يطلع على الحالة، لماذا حاملة بثمن شهر كانت تشتغل بالخصوص في قسم فيه خطورة لها وخطورة اللي في البطن. احنا التقرير المفتشين هو اللي يعطينا الحقيقة، والحقيقة هذه تؤدي إلى إجراءات. عندي ثقة في الدولة تاعنا، بربي ان شاء الله يفتحت لنا التحقيق، بربي ان شاء الله يجيبوا لي حقي.